هو انا متهيأ لي ان لو سيدنا محمد نزل بالرساله برساله الاسلام دلوقتي كان اكتر ناس هيقفوا ضده هم دول حمد رزق ومحمد الباز وكانوا هيمدحوا ابو جهل وكانوا ممكن يتفننوا في نسج قصائد سب في الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يبالوا في القصه دي يعني الحمد لله ان الكفار قريش ما كانش عندهم ناس في سفاله ووقاحه اعلام السيسي. لانه الحقيقه ما انا مش قادر اتخيل ان الناس عندها الجراءه دي مش في الدفاع عن الصين ده موضوع يخصهم يعني. لكن في تزوير الحقائق. يعني يقول لك الأجور اصلهم اتراك. يا راجل اتقي الله. يا باز اخجل من جهلك. ده انت فكرتني بالقصيدة بتاعتنا عبد الرحمن دي ربنا رزقه بجهل يغنيه عن كل العلم أنا مش مصدقك لأ مش مصدق مدى بجحتك في الجهل ال الأتراك الايجور أصلهم أتراك الايجور أصلهم أتراك يعني كنت أعدلها شوية أقول ايه الأتراك كانوا من كده من الأندوم يعني من آسيا إنما الأجور أصلهم أتراك ده اذا كان الاتراك اصلهم سلاجقه من أوسط اسيا فالايجور بقوا اتراك لمجرد بس انه عايز يشيطن الايجور فعنده بص منتهى السفاله التاريخيه في انه يزور ولأ وايه يتكلم يقول لك الايجور دول اصلهم اتراك يا راجل اصلهم اتراك وترحلوا راحوا الصين طب ازاي؟ يعني الايجور كانوا اتراك فترحلوا يا راجل روح اقعد قدام مسلسل ارتروغلو ده يا راجل واتفرج على التاريخ يا راجل يا راجل اقرا لك كتاب عن التاريخ يا راجل يا راجل اقرا كتاب عن الـ الـ القبائل السلاجقه دول كانوا جايين منين وراحين فين بلاش كده يعني بلاش تتعاملوا مع الناس على انها دببه انت اخجل الكسف تعالي تاني يوم وقول انا اسف اصحح المعلومه الايجور ما كانوش اطراف مثلا يعني انما انت طول الوقت عمال تعمل تواليت على الهوا يا راجل مش كده وبعدين التاني يقول لك حمد رزلي يقول لك البلد مفتوحة والحملة على السوشيال ميديا أولا الصين ما بتتعملش بالفيسبوك وعندها نظام تاني خالص تمام والصين دولة احنا عارفينها يعني يكفيك اديك عنوان كده ان رئيس الصين يحكم مدى الحياه نقطه من اول السطر البلد دي تبقى ايه بقى بالدستور رئيس الصين يحكم مدى الحياه مفيش معارضه في الصين مفيش جريده معارضه مفيش اقلام معارضه الناس ماشيه كده البلد دي تبقى ايه مفتوحه ولا لا مؤاخذه مقفوله بس يعني لدرجه ان لما البرلمان الصيني بايع رئيس الصين مدى الحياه طلع ترامب قال يا نفس انا بلد زي دي يقول لك الصين بلد بص لولا الفجر كان قال لك بلد ديمقراطيه بلد رئيسها بيحكم لحد ما يموت لسه السنه السنه اللي فاتت يعني السنه لو جبت الخبر معلش يا مصطفى السنه اللي فاتت او اللي قبلها رئيس الصين مدى الحياه هل دي دوله ديمقراطيه؟ طب انت امشي في الصين كده واطلع اعمل حاجه كده مش مظبوطه مع الحياة يا راجل دول طحنوا العيال الشباب في ميدان السلام يا راجل ده طلعوا بعض الصينيين اتظهروا جوه الصين مع الايجور اتطحنوا. وبعدين يقول لك عندهم نزعه انفصاليه فحبوا ينفصلوا وتدخلت بعض الارهابيين، اهو الرئاسه في الصين مدى الحياه بعد تعديل دستوري، سنه كام بقى؟ 18. السنه اللي فاتت. هل دي دوله ديمقراطيه؟ هل دي دوله يقول لك الدوله مفتوحه؟ روح اتفرج، طب ما كوريا الشماليه مفتوحه. على فكره خد فيزا يا حمدي وانزل في كوريا الشماليه صور عادي جدا. هل دي دوله ديمقراطيه؟ رئيس بيحكم مدى الحياه لدرجه ترامب لما سمع الخبر ده قال ادي حلاوه الحكم مدى الحياه يا راجل تقول الله في الناس وبعدين انتوا ليه بتقودوا حمله لتلميع الصين؟ ويروح يجيب سفير الصين يعمل له حلقه ويطلعوا يتكلموا عن الصين هتعمل والصين ما تعملش، الصين دوله عظمى دوله كبيره استغلت حاجه طب ما تتعلموا من الصين ان حجم السكان ده كله قادرين يعملوا بيه تنميه. احنا ما نجيش ربع الصين وعاملين مشكله على الزياده السكانيه. الصين مليار ووصلت ل 500 مليون وعاملين التنميه الفظيعه دي. احنا عندنا 100 مليون عاملين مشكله. 100 ولا ربع احنا ما جبناش ربع حتى، ده 100 مليون. احنا 100 مليون الصين مليار واكثر من 300 مليون تقريبا بني ادم ومع ذلك الصين زي ما انتم بتقولوا كده بتعمل الجوافه التوت التفاح بقى ازرق عندها ازرق والله أه شوف اديت بلا ادنى شفقه صحيفه تكشف حجم قمع الصين لمسلمي الايجار دي دي يا محمد يا باز الالمانيه دي تتبع الحكومه الالمانيه يا باز يا باز يا محمد يا باز دي تتبع الحكومه الالمانيه مش تبعنا دي مش تبع الاخوان ولا تبع تركيا ولا تبع حد بلا ادنى شفقه تعتقل الصين مليون مسلم من الايجور واخرين من القيادات المسلمه بمعسكرات حسب تقرير صحيفه امريكيه ولم تنفي الخارجيه الصينيه صحه مستندات مسربه عن التعامل دون ادنى شفقه مع الايجور وقالت ان دول اخرى ستقتبس تجربتنا يعني مش معقول مش معقول لأن مصلحة كبيركم وإلهكم عبد الفتاح السيسي مع الصين فتطلعوا تعملوا كده ده انتوا سفلة والله العظيم سفلة والله عديتوا بجاحة أبو جهل